كيف يكون الرضا بقضاء الله وقدره؟ الرضا أن تعلم أن هذا القدر من عند الله عز وجل فترضى به فلا تتسخط. اثنين أن ينفسح صدرك عند الرضا به. نمرة ثلاثة أن تعمل بالأسباب، أن تعمل بالأسباب، فإن القدر يدفع بالقدر ليحصل ما أراد الله عز وجل. فالفشل قدر، والنجاح قدر، والمذاكرة مع الفهم قدر، فأنت تعالج الأسباب ليحصل ما أراد الله سبحانه.